انما هي وافقت. اخوها بيزن عليها. مش مهم القلب وما يريد. يا قصدك ايه يا حاج؟ انت هتصعبط عليا. ما تتكلم عادل. البت رايداك يا انا. ما هو ده اللي تعبني ومحيرني يا حاج. وتعبك ليه بقى؟ ما البت كانت قدامك، ولا هي بس بتحلى لما تبقى في ايد غيرك؟ لا والله يا حاج، هي انا شايفها حلوه من زمان، من اول مره شفتها. بنت جدعه واخلاق وست بيت. الشهاده لله يا بت لقطه، اللي ياخدها هيكسبها. ايوه ايوه يا حاج، بس الجواز محتاج مصاريف، وانا ظروفي زي ما انت راسي، مش عايز امرمطها معايا. كل برغوت وعلى قد دمه. عداك العيب يا حاج، بس انا برضو محتاج كل قرش عشان اقف على رجلي. انت عمال تلف وتدور ليه؟ انت عايزها ولا مستغني؟ عايزها، بس عايزها كمان تستنى عليا لحد ما اخد نفسي. فتحتها باللي بتقوله ده؟ خايفه فاتحها تفتكرني بتهرب. ما دام رايداك هتعذرك، وساعتها هتتمنى لك الخير. يعني تفتكر يا حاج انها مش هتزعل لو صالحتها؟ اتكل على الله.